السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشرحوا لكم كيفاش ديروا تقيدوا في لابلاتفورم ديال اسنادر جي جي الفيرسيون الجديده ديالو، ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش تقادوا البروفايل ديالنا باش نتمكنوا اننا ندخلوا نشاركوا في شي تورنوا ولا في شي بطوله بحال ماسترز برو ليغ. اول حاجه فاش كندخلوا للسيت ديال البلاتفورم غنمشيو نكليكيو على ريجستر هنايا، غاتدينا لهاد لاباج عندنا ثلاثه ديال لي زوبسيون باش نقدروا نتقيدوا، سواء بجوجل سواء ديسكورد، ولا مثلا ما عندكش جوجل ولا عندك اوتلوك ولا كتخدم بياهو ولا شي ميل واحد اخر، ماشي مشكل، غادي تقيد كلاسيك عادي، يوزر نيم، ايميل، باسورد ديالك جوج المرات، وتشيك اد اي سيرتيفاي وتكليكي ساين اب توداي. مثلا الا كليكيتي على جوجل غتخرج لك هاد لاباج عادي باش تقيد شي نمره تليفون ولا ايميل باينه المود باس وداكشي بغات كونفيرمي وانت ناضي. دابا غنشوفوا كيفاش تقاد البروفايل ديالك وشنو هما المعلومات الاساسيه والمهمه اللي خصك تكون كاجب مزيان باش تقدر تشارك في شي بطوله بحال ماسترز برو ليغ ولا شي تورنوا واحد اخر بكل سهوله وبلا مشاكل. مي نفرضوا انك مثلا انت نسيتي ما قديتيش البروفايل ديالك ولا ما عارفش كيفاش دير ودخلتي للتورنمنت وشتي التورنمنت اللي كاينين، بغيتي مثلا تدخل جويني التورنمنت ديال فيفا وكليكيتي على جوين ناو، مع العلم انك انت ما مقاد والو، غتخرج لك هاد النوتيفيكاسيون هادي اللي غتقول لك ان عندك ديزانفورماسيون معلومات اللي ناقصين في البروفايل ديالك، خاصك ترجع تقاد البروفايل ديالك تاكد ان كلشي عامر مزيان. الحوايج المهمين هما الجيم اي دي، ديسكورد اي دي، النيميرو ديال التليفون، والانترنت تايب، واش 4G واش ا دي اس ال ولا فيبر اوبتيك. ما عرفتيش كيفاش دير غتكليكي على هاو دو اي كومبليت ماي انفورميشن، هنا غتخرج لك عاوتاني هاد البوب اب فيها المراحل بروفايل سيتينغز بروفايل انفورميشن فين خصك تمشي. هنا دابا غنديروها نمشي نكليك على بروفايل غاتدينا للسيتينغز بروفايل انفورميشن. الا كان الكونت ديالك مازال جديد غتخرج لك انت بحال هكا كلشي خاوي عاد خصك تعمرو. الحاجه المهمه الاولى اللي خصني انسيستي عليها هي الاي دي ديسكورد. ركزوا معايا الخوت مزيان، عافاكم، ديسكورد اي دي هو السميه اللي كتكون عندك في ديسكورد. مثلا نديرو حنايا بي سي بلاير 1 فرضو هذا هو السميه ديالك، مثلا الهاشتاغ وربعه ديال الارقام مهمه تكتب بحال هكا، هذا غير اكزومبل، مي نتوما تكون عندكم سميه واحده اخرى شي سميه الهاشتاغ وربعه الارقام، هذا هو ديسكورد اي دي الفري اللي خصك تكون كاتب مزيان هكا خصو يكون مكتوب. بليز عافاكم كنانسيستيو على هذه القضيه في البارتي ديال ديسكورد، خصو يكون مكتوب مزيان الاي دي ديسكورد بحال هكا. الحاجه الثانيه هي البي اس ان اي دي، مثلا انت جوغ ديال البلاي ستيشن عندك البي اس ان اي دي ديالك، شوف شنو كاتب مثلا هذا اكزامبل عاوتاني. المرحله الثالثه نيميرو التليفون ديالك 06 45 شي حاجه بحال هكا وكمل. مورا غتمشي تسيليكسيوني الجيم ديالك مثلا فيفا 22 ياك، وداك الاي دي بي اس ان ديالك ما فيها بس عاود كوبي هنايا ورا عاود تكوبيه وانت ناضي. انترنت تايب كونيكشن هي اللي بقات لنا، مثلا غدير ادي اس ال فيبر اوبتيك وغدير سيف ان ابديت صافي. اون فوا غدير سيف ان ابديت رجع تاكد ان داكشي هو هذاك، عاود فيريفي اي دي ديسكورد بي اس ان هو داكشي هو هذاك صافي. الا كنتي متاكد داكشي هو هذاك غترجع دابا غادي تمشي للتورنمنت وغنشوفوا شنو غيطرى. غادي تمشي دابا ترجع باش تشارك في هذا التورنمنت هذا، غدير جوين ناو اي فوالا انت ناضي التورنمنت جوين صافي، راه كلشي مقاد عندك. دابا تقدر تدخل تلعب في التورنمنت عادي، تمشي للديسكورد سيرفر تهضر مع لي زادمين كلشي ناضي، ها انت بري باش انك تلعب الكومبيتيسيون.